كلمة الله في النبي إرمياء إصحاح 29 آية 11، مكتوب: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. غرض الله يعطينا رجاء، آخرة يعني مستقبل. الإنسان بدون رجاء ما عندوش أي رجاء، بيكون يائس بائس. طبعا الرسالة اللي عاوز نقدمها هي رسالة تعزية لكل الناس اللي فقدت أحبائها، هي رجاء لليائسين، هي عزاء للبائسين، هي رسالة الأسرى أن يخرجوا من الظلمة، هي رسالة للعميان أن يفتحوا العيون، هي رسالة للصم أن يسمعوا صوت ابن الإنسان يسوع المسيح له كل المجد. المكتوب عنه في أعمال إصحاح 10 آية 43: له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به، لاحظ الكلام، ينال باسمه غفران الخطايا. فإذا على اسمه رجاء الأمم، ينال باسمه غفران الخطايا، لأنه هذا الاسم كما يقول عن الكتاب: لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشتو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. فإذا